جدا واستعدادات على قدم وساق الحقيقه لكل جمهور النادي الاهلي اللي في الكافيهات وفي البيت. بالمناسبه اصحابي بقى النهارده او صحابنا كلهم، كل واحد عنده اصدقاء النهارده عاملين قاعده في بيت الفلاني نتفرج على ماتش الاهلي. الناس كلها النهارده تنتظر ماذا سيفعل النادي الاهلي في هذه المباراه الهام. من اجواء الشارع ومن اجواء فرع مدينه او فرع النادي الاهلي في الجزيره، تعالوا بقى نروح نشوف ماذا او ماذا قيل اليوم على او مباراه اليوم. الجرافيك بتاعها هنتكلم عنه ايه؟ اتفضل يا سمير. مباراه اليوم طبعا 9 مارس 2019 فيتا كلاب سيلاقي النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا في دوري المجموعات. ارقام النادي الاهلي في بطولات افريقيا للانديه، لعب 348 مباراه، فاز في 175، تعادل في 93، هزم في 80 مباراة، له 519 هدف عليه 267 هدف. أما أرقام النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، لعب 268 مباراة، فاز في 132، تعادل في 77 مباراة، هزم في 59، له 406 عليه 209 هدف. تاريخ النادي الاهلي في دوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا، لعب 94 مباراه، فاز في 43، تعادل في 29، هزم في 22، له 133 هدف عليه 93 هدف. الاهلي لعب في دوري المجموعات 15 مره، صعد للمرحله التاليه 10 مرات، خرج من دوري المجموعات 5 مرات. لاعبين احرزوا اهداف افريقيه في قائمه النادي الاهلي، وليد سليمان احرز 16 هدف، وليد ازارو 10 اهداف، علي معلول 5، فتحي احمد فتحي 4، رامي ربيعه 4، جونيور اجاي 4، اسلام محارب 3 اهداف، وكريم ندفيد 3 اهداف وهو هداف المسابقه في هذا او هداف النادي الاهلي في هذا الموسم، صلاح محسن هدفين، مروان محسن هدفين، نجيب هدفين، ناصر ماهر هدفين، سلية هدفين، ورمضان صبحي هدف واحد. طبعا هداف النادي الاهلي عبر تاريخ البطولات الافريقيه النجم الكبير كابتن محمود الخطيب ب 37 هدف، والنجم الكبير ايضا ابو تريكه ب 32 هدف، وعماد متعب 28 هدف، فلافيو 18، حسام حسن 17، كابتن حسام حسن طبعا 17، بركات 17، وليد سليمان 16، ايمن شوقي كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي 15 هدف، كابتن مصر ايضا النجم الكبير الكابتن طاهر ابو زيد 13 هدف، الكابتن علاء ميهوب النجم الكبير 12 هدف، علاء ابراهيم 12 هدف، عبد الله السعيد 12 هدف، كابتن خالد بيبو وكابتن اسامه حسني 11 هدف، وعمرو جمال لاعب النادي الاهلي الحالي 11 هدف ايضا، ووليد ازارو 10 اهداف. نتائج النادي الاهلي مع الانديه الكونغوليه، لعب 5 مباريات، فاز في 3، تعادل في مباراه، هزم في مباراه واحده، له 5 اهداف وعليه 3 اهداف. مشوار النادي الاهلي في هذه البطوله في دوري ابطال افريقيا 2019 في دور ال 32، النادي الاهلي فاز على جيما ابا جيفارا 2-0، ثم هزم بهدف مقابل لا شيء في لقاء العوده. اما في دور المجموعات النادي الاهلي زي ما قلت لكم في بدايه كلامي فاز على فيتا كلاب بهدفين مقابل لا شيء، ثم تعادل مع شبيبة الثورة الجزائري بهدف لكل فريق، ثم فاز على تسيمبا التنزاني بخمسة أهداف مقابل شيء لا شيء، ثم هزم من تسيمبا التنزاني بهدف مقابل لا شيء، والنهارده إن شاء الله المباراة الخامسة للنادي الأهلي. أما مشوار فيتا كلاب ففاز في أولى مبارياته في دور ال 32 على أرضه 4-1 على نادي بانتو، ثم تعادل إيجابيا مع نادي بانتو في العودة. واما في دوري المجموعات هزم في اولى المباريات امام النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء، ثم فاز على سيمبا 5-0، وتعادل مع شبيبة الثورة الجزائري بهدفين لكل فريق، ثم هزم من شبيبة الثورة بهدف مقابل لا شيء في الجزائر. المباريات القادمة للنادي الاهلي وفيتا كلاب يوم السبت 16 مارس، الاهلي سيلاقي شبيبة الثورة الجزائري هنا ان شاء الله في القاهرة، وسيمبا التنزاني سيلاقي فيتا كلاب في تنزانيا في المجموعة الرابعة. قائمة النادي الأهلي لهذه المباراة: الشناوي وعلي لطفي وهاني وفتحي وياسر إبراهيم وسعد سمير، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول، محمود وحيد، إسلام محارب، عمرو السولية، هشام محمد، كريم ندفد، ناصر ماهر، حسين الشحات، رمضان صبحي، أحمد حمودي، جونيور أجاييه، مروان محسن، وليد أزارو، والمدير الفني مارتن لاسارتي. النهارده بقى شويه غيابات كده لطيفه يعني. طبعا ما فيش غيابات لطيفه، ولكن شريف اكرامي ومحمد نجيب ووليد سليمان وحسام عاشور وصلاح محسن وحمدي فتحي ومحمد
شريف اللي هو رؤية فنية، الباقي كله إصابات. حكام مباريات اليوم اللي اتكلمنا عنهم امبارح الحقيقة بشكل كبير، فيكتور جوميز من جنوب افريقيا، حكم مساعد زخيلي كوكي سيويلا من جنوب افريقيا، وماتيس كانينجا في من ناميبيا. ده طاقم تحكيم دولي لهذه المباراة ومرشح لإدارة مباراة كأس العالم القادمة 2022، وبالطبع مرشح لإدارة مباريات كأس الأمم الإفريقية القادمة في مصر. طيب دي كانت الجرافيك عن هذه المباراة. زي ما قلت لكم لو المؤتمر جاهز، المؤتمر جاهز.